السلام عليكم الدراري، مباشره من كازا بورن ومربوحه ان شاء الله. الرجاء شي ثلاثه البيوت الزيرو ان شاء الله باذن الله، ودي مراجع ان شاء الله. الفوز فريق الرجاء البيضاوي 3-0 ان شاء الله اليوم، مربوحه ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله خوت، يلا طلع راسكم الله يحفظكم. بعد الريمونتادا اللي شفناها في التمريرات الجديدة، دين بالون جو اليوم مربوحه ان شاء الله. للاسف يعني التيفو يعني شفنا جماليه، شفنا يعني الشبه العربي كامل اعترف بالجماليه تاع التيفو ديال الرجاء البيضاوي، ولكن يعني صراو مشاكل، يعني ما كانش تيفو ولكن ما كان حتى مشكل في الرجاء الرجاء التيفو ولا بلا تيفو. واش لافامي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في مطار بروكسل، لقيتوني يلاه غادي نشد الطياره غادي نمشي كما شفتوا من خلال العنوان لكازابلانكا. اكفس حاجه نكرهها منكم مسافر في الطياره هي الانتظار، تستنى مع راسك حتى تشي. المهم باقي لنا جوج سوايع باش تمشي الطياره، يلا بقاو معايا. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مرحبا بيا مرة أخرى عندكم في كازا. الحمد لله الفولداز مزيان، ضربتها بواحد الناس عالمية، تلقيت راسي في كازا. يلا غادي نمشي نقلب على راسي في شي تاكسي باش نمشي للوطيل، راها 11 ديال الليل، راني عيان مكمل نعاسي. السلام عليكم الخوت، كيما دايرين بخير؟ غدا مربوحه ان شاء الله، ديما راجع الحب حتى الموت. انتما غير جيت لازم الطياره لقيت الرجاويين. مرحبا ديما حضره اخويا، مربوحه ان شاء الله اخويا. الماتش ديالنا ان شاء الله صرا لي فراسك. مرحبا فوالا، لقيتوني راه دخلت لوطيل. وبالمناسبه واحد الحاجه بغيت نذكرها، المره الفايته فاش جيت نفرج الراجع مع هلال القدس الفلسطيني هذه شهرين، بزاف ديال الناس كومونطاو لي في الفيديو قالوا لي ما تبقاش تمشي لوطيل، مرحبا بك عندنا في ديورنا. والناس اللي تلاقيت في الصاد هما كبروا بيا وقالوا لي مرحبا بك في اي وقت، ولكن اخوتي ما بغيتش نصدعكم، ما بغيتش نتقل عليكم، وكنشكركم بزاف بالمناسبه. غالي اخوتي غدا ان شاء الله الماتش، خاصني الناس باش نكون اون فورم غدا. يلا حتى غدا ان شاء الله ونكملوا الفيديو. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد. يلا دابا فقت اليوم نهار الماتش، غادي نمشي نفطر ان شاء الله ومن بعد نخرج نضرب التركيله. اليوم الماتش ان شاء الله مع 8، يلا بقاو معايا. من بعد ما فطرت ودوشت اخيرا جا الوقت باش نمشي لستاد دونور باش نعيش ان شاء الله واحد الليله اللي غادي تكون تاريخيه، اللي هو اللي الرجاء مع الترجي التونسي. يلا بقاو معايا، غادي نمشي لستاد دابا باش نوريكم الاجواء ديال المقابله كي غادي تدوز. هادي شهرين جيت اول مره في حياتي لدونور، وفي ديك اللحظه قلت ماشي اخر مره هذه في حياتي، هاني رجعت. اليوم غادي تلعب الرجاء مع الترجي التونسي، الماتش الاول ديال الرجاء في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله مربوحه، والماتش التالي ديال الرجاء مع الترجي التونسي كان في افريقيا غلبناهم 2-1. مرحبا باخواننا التونسيين في الدار البيضاء،
وان شاء الله ان شاء الله مربوحه. وانا التوقع ديالي اليوم ان شاء الله 2-1. وانا واقف هنايا كنتفكر السيمانه اللي فاتت شنو صرا في هاد التيران الريمونتادا التاريخيه 4-4. الصراحه هذاك هو الماتش اللي كنت باغي نحضر له، ولكن معليش ما كان حتى مشكل. الرجاء الجمهور ديال الرجاء ديما معروف لومبيونس ديالو، وان شاء الله اليوم بلبله وان شاء الله دونور ادور. انت فكر في مين
فوالا خوتي غادي نختم الفيديو هنايا. لقيتوني يلاه دخلت من المغرب، دوماج كما شفتوا خسرنا 2-0 مع الترجي، ولكن هذه الكره خسرنا الماتش ولكن مازال ما خسرناش البطوله. البطوله مازال طويله ان شاء الله، ونتمنى الرجاء دارك الموقف ان شاء الله قبل ما يفوت الاوان. ايوا وان شاء الله نلقاو راسنا شامبيون، علاش لا في التالي ديال السيزون. المهم بغيت نعطي الراي ديالي على المقابله اللي شفتها. للاسف يعني واحد النقطه هي الظلم التحكيمي، مازال باقي في افريقيا، مازال باقي بزاف ماركينا بيت ولكن الحكم ما حسبوناش. غادي نخليكم مع هذه اللقطه، لقاش حد الان مازال ما فهمتش علاش الاربيط ما حسبش ذاك البيت. واخا الظلم التحكيمي، واخا خسرنا الماتش، الجمهور ديال الرجاء يعني كانت عنده الروح الرياضيه، ملي كمل الماتش يعني صفق على اللاعبين ما كان حتى مشكل، وما انسحبناش ما انسحبناش واخا ظلمونا تحكيميا، واخا خسرنا ما انسحبناش، بقينا حتى الدقيقه 90 صفقنا على اللاعبين ديالنا. ان شاء الله يداركوا الموقف ان شاء الله ويتحسنوا ماتش مور ماتش. والجمهور ديال الرجاء عيشوني مره اخرى لحظات يعني تاريخيه ما ننساهاش. الجمهور ديال الرجاء هو الجمهور الاول في العالم، واخا كاين جهات اللي كيضيقوا على الجمهور ديال الرجاء باش يطيحوه، ولكن داك الجمهور ما يطيحش، ديما خضراء ديما رجاء. ونقول لكم اخوتي حتى المره اخرى ان شاء الله، وتهلاو في راسكم.